10,000 متفرج هيبقوا موجودين من الجماهير بيشجعوا الاهلي والزمالك، ويوم الجمعه مشغولين قوي بهذه المباراه. مصر كلها والعالم العربي ما راهوش ولا حاجه الا مباراه الاهلي والزمالك، القمه المصريه الكبيره، قمه الاهلي والزمالك السوبر. من هو بطل السوبر ان شاء الله يوم الجمعه؟ طبعا احنا محايدين، حضراتكم عارفين حياد تام، اهلي زمالك حياد تام، ولكن زي ما بقول لكم المصريين كلهم منتظرين يعني على شغف هذه المباراة، وترقب كبير في كل مكان. هتلاقي الاهاوي حاجزة، كله حاجز يوم الجمعة عشان نتفرج على هذه المباراة ان شاء الله. ودعواتنا، عايز اقول لكم، ولا يفرق معايا مين، يفرق معايا المباراة تخرج بروح رياضية عظيمة. جمهور اللي رايح شجع فريقك، شجع اهلي، شجع زمالك، شجع زمالك، شجع اهلي، ما عنديش مشكلة خالص اللي هيفوز. امنياتي طبعا الاهلي اكيد، يعني مش هضحك عليكم، مش هقول لكم كمان ان انا هنا، لا، امنيات الاهلي ياخد السوبر، ولكن زي ما بقول كده، واتمنى ان شاء الله الاهلي ياخد السوبر. الزمالك خد بطولات كتير، كفايه يعني، كفايه عليكم بطولات، فالاهلي ان شاء الله، ولكن زي ما بقول اتمنى الروح الرياضيه داخل الملعب وخارج الملعب. وانتوا قاعدين على القهاوي شجع زي ما انت عايز، ولكن مش عايزين خناقات، مش عايزين خناقات، شجع زمالك، شجع اهلي، شجع اهلي، شجع زمالك، عندنا مشكله. مباراه جميله نتمناها بروح الفريقين، بروح البلد العظيمه، بلدكم العظيمه مصر، تخلي بالك من مصر وانت بتشجع كمان، عينك على مصر، اوعى حد ياخدك لسكه بعيد، خليك على البلد، ركز في مصر، هي الامل وهي كل حاجه بالنسبه لك. اهلي وزمالك تعالوا فوق الاهلي والزمالك، مين؟ مصر فوق الجميع، خلي مصر دايما فوق الجميع. يوم الجمعة ان شاء الله كلنا بنستعد جميعا عشان هذه المباراة في برج العرب. زي ما بقول لحضراتكم، حافظوا على شكل مصر، حافظوا على هذه المباراة، قمة العالم العربي، الدنيا كلها بتتابع هذه المباراة، فنحافظ كمان في هتافاتنا، مش عايزين خروج عن النص، لانه كمان غير الخروج عن النص، هناك لجنة انضباط النهاردة بتاخد قرارات عنيفة، الضبط والربط مهم داخل وخارج الملعب. كل التحية لجمهور الأهلي، كل التحية لجمهور الزمالك، كل التحية لفريق النادي الأهلي، كل التحية لفريق نادي الزمالك، زي مجلس إدارتي الأهلي والزمالك بحييهم من بدري، عايزين روح رياضية. أرجوكوا جمهور كله في كل مكان، شجع كورة، شجع بروح رياضية، مالكش علاقة بأي حاجة أخرى، الرياضة ثم الرياضة، زي ما بنشوف في أي حتة في العالم، ماتش يخلص نروح، الفائز بنقول له مبروك، فاز الأهلي هنقول له مبروك، زمالك هنقول له مبروك، تاني مروحين نحتفل زي ما أنت عايز، احتفل رياضيًا، احتفل للنادي بتاعك، اللي هياخد الكأس هنقول له مبروك، واللي هيتهزم نقول له إن شاء الله اللي جاية بإذن الله تعالى. شجع لو سمحت فريقك فقط لا غير، مع فريقك شجع بكل قوة بكل روح رياضية. هنبقى منتابع هذه المباراة، طبعا احنا الجمعة اجازة، فمن بدري بنجهز نفسنا، من بدري من بدري، عشان ما عندناش بكرة وبعده شغل، فقلنا النهاردة نقدر نتكلم 5 دقايق كده قبل ما يجينا كمان شرف النهاردة كاتب الصحفي الكبير الاستاذ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للسلامات، نقيب الصحفيين، هيشرفني حالا بعد قليل، لانه عندنا ملفات كثيرة جدا هنتكلم فيها مع الاستاذ ضياء رشوان. كنت اتمنى يكون بدري يدخل معايا من مقدمه الحلقه، ولكن الطريق اتاخر شويه، فعلى طول مش هنتاخر في المقدمه، لانه بقول لحضراتكم ملفات كثيره، اعلام خارجي داخلي، هيئه السلامات عندها الكثير من الملفات نقدر نتكلم عليها، نقيب الصحفيين ايضا ملفات كثيره خاصه بنقابه الصحفيين، دقائق قليله، ولكن زي ما بقول لكم اهلي وزمالك، انا اللي يهمني يوم الجمعه ان احنا بنتفرج عشان بنشجع فريقنا ايا كان اهلي او زمالك. وبعد شويه هوريكم تقرير كمان من نادي الزمالك ومن نادي الاهلي، الجمهور بيتوقع نتيجه مباراه الجمعه ان شاء الله، اللي مع الاهلي اللي مع الزمالك توقعات كثيره جدا. من شويه مجلس اتحاد كره القدم او اللجنه الخماسيه بيتكلموا على تصويت حصل انه ايهاب جلال ربما هو الاقرب للمدير الفني للمنتخب المصري لكره القدم، 4 اصوات حصل عليهم ايهاب جلال، صوت حصل عليه كابتن حسام
حسن. مين هو؟ رسميا لم يظهر حتى الآن، ولكن كل المؤشرات في طريق إلى إيهاب جلال أنه هو المدير القادم للمنتخب المصري لكرة القدم، مدير الفني منتخب المصري لكرة القدم. هنجري بسرعة في الأخبار، أنه كمان في النهاردة الفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع كان في لقاء مع مقاتلي الصاعقة والمظلات، قال كلام في غاية الأهمية. أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة كانت وستظل درعا واقيا للوطن، وحصنا منيعا يصون ويحمي مقدراته ورجالها على قلب رجل واحد، يدافعون عن أمن مصر